هي فكرة شباب تجسدت على أرض الواقع تضمن تبادل الخدمات بين الحرفيين والمواطنين بتسجيل مجاني وبمختلف الأعمار. ألوسلكني مشروع ترجم ميدانيا كأول منصة رقمية في الجزائر لغرض تسهيل الخدمات دون عناء البحث أو التنقل. شباب أسسنا فكرة ومشروع ألوسلكني. فكرة المشروع استوحيناها وجاتنا من حياتنا اليومية ومن مشاكلنا اليومية اللي عايشينها. يعني شفنا باللي كان نقص كبير في مجال الخدمات. إنسان من يحتاج أي خدمة بعض الأحيان ما يلقاش، بعض الأحيان يبذل جهد كبير ويخسر وقت كبير. فكرنا في هذه الفكرة وقلنا لما لا نطورها ونحطوها على أرض الواقع في منصة واحدة نجمع كل أصحاب الحرف والمهن ومقدمي الخدمات. مبادرة تتميز بالحداثة من خلال مختلف الخدمات والإعلانات التي يقدمها المشروع، إذ يعمل على ترويج الخدمات واستقبالها لوضعها تحت تصرف المواطنين. في نفس الوقت نسهل الخدمة للمواطن بيلقى الخدمة اللي يحوس عليها، ونسالوا يعني نعاونوا ثاني كاصحاب الحرف والمهن باش يعاونوا انفسهم وباش يلقاو فرص. التسجيل مجاني، حاليا التسجيل مجاني وان شاء الله سيبقى مجاني. يعني ما عندناش حقوق تسجيل ولا رسوم ولا ما في حتى شيء. بعض الانتهازيين اللي حاولوا يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفتحوا صفحات ولا مجموعات، وانا من هذا المنبر ناكد باللي ألوسلكني هي ملكية خاصة. شباب مبدع ومفكر استغل فترة الحجر الصحي لإبراز كفاءته.